السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله زين. معكم السيد حسين عالم أبول. طبعا اليوم جبنا لكم شرح جديد. طبعا الشرح يمكن أغلب الناس تعرفه، وهذا يعني بسويها سلسلة وليس شرح. أوكي شباب، قبل ما نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناة، إذا كنت مو مشترك فعل زر الجرس حق يوصلك كل ما هو جديد. طبعا القناة مثل ما قلت لكم من قبل، والحين برد أكرر لنا القناة إلى كل من مع حين إحنا اليوم شرحنا هو عن كل تطبيق وما فائدته للآيفون والآيباد، يعني للمبتدئين أو اللي من نظام جو، يعني من أندرويد لآي أو إس ما يعرفون وش تطبيقات الآيفون، إن شاء الله يستفيدوا من هالشرح. فالحين على اليسار بيطلع لكم تصويت، هل تبون نستمر على هذه السلسلة ولا لا؟ فصوتوا ويا أن استمر يا أن ما استمر. أوكي يا شباب يلا خلينا نبدأ. أولا يا شباب تطبيق الصور، طبعا هذا التطبيق هو اللي من خلاله أنت تقدر تشوف الصور المحفوظة عندك سواء كانت صورتها أو من أي وسائط غير. ويا شباب التطبيق الثاني اللي هو تطبيق الطقس، هذا التطبيق من خلاله تعرف كم حرارة الجو وفي الخارج ومتى سيتساقط الأمطار. وبس يا شباب هذا التطبيق، وعلى حسب منطقتك، وإذا تبغى مناطق غير تقدر تستفسر من خلال سيري عن طريق أنك تضغط على زر الهوم ضغطة مطولة وتقول له مثلا كم حرارة الطقس في الخارج يا سيري. اوكي شباب، التطبيق الثالث هو تطبيق التقويم. فائدة التطبيق جدا كبيرة، التطبيق يعني مثلا انت تقول الجمعة الجاية اي تاريخ هو يطلع حلك بالهجر وبالميلادي، وله فوائد كثيرة انت تكتشفها بروحك. والتطبيق الرابع عندنا اليوم تطبيق البريد، هذا التطبيق هو اللي تسجل مثلا الجيميل، يعني بدل ما تنزل تطبيق الجيميل من الابل ستور من هذا التطبيق اعطتنك يا ابل مباشرة، انت تقدر تحط الابل اي دي او اي شي مثلا بريد جوجل اللي هو جيميل تقدر تحطه بيفتح لك. طبعا التطبيق الخامس والاخير عدنا لليوم تطبيق الكاميرا، وهو اللي من خلاله تقدر تصور سواء فيديو او صورة. وبس كان هذا موضوعنا لليوم، لا تنسون تقدرون تعبي باللايك والاشتراك في القناة اذا كنتم مو مشتركين، وتفعيل الجرس حق يصلك كل جديد. وبس يا شباب مع السلامة.